اهلا وسهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا، نعود للتواصل معكم من جديد. واحده من الفقرات اللي اتعودتوا انه تتابعوها من خلال يوم السبت في بي ان اف ام هي فقره كلينيك السبت او عياده السبت. واليوم حنتكلم عن واحده من المواضيع الهامه جدا، وتخيل لي واحده من النعم اللي حبانا بها المولى عز وجل هي نعمه السمع. من خلاله بنقدر نتواصل مع الناس، بنقدر نستمع لهم، وبنقدر نوصل المعلومة اللي احنا مفروض نوصل لهم. ودي واحدة من النعم المهمة جدا مع نعمة البصر وكثير من النعم اللي حبانا بها المولى عز وجل. عشان كده اليوم احنا حنتكلم عن السمع، خاصة عند الأطفال. يعني بيكون في يعني بتكون في كثير من المشاكل اللي بتواجه الأسرة لما تتفاجأ بأنه طفلها هو فاقد للنعمة الكبيرة دي. والموضوع بعد ذاك بيكون فيه يعني بتدخل فيه حاجات نفسية، كيف يقدروا يتعاملوا مع الطفل ده، تأثير الحاجة دي على الطفل نفسه نفسيا وعلى الأسرة عموما. خلونا نتكلم أكثر عن الموضوع ده ونستضيف عبر خط الهاتف الدكتور الفاروق محمد الحسن، شرفي مدير عام مستشفى الأذن والأنف والحنجرة بالخرطوم، وهو أيضا اختصاصي الأذن والأنف والحنجرة. أهلا وسهلا بك دكتور الفاروق، صباح الخير. صباح النور، حبيكم. كيف أحوالك؟ الحمد لله. وبنقول لك رمضان كريم كمان، ونحن خلاص على مشارف الشهر الكريم. الله أكرم، ربنا يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. الله يخليك دكتور. يعني الإعاقة السمعية عند الأطفال وآثار على حياة الطفل والأسرة بداية. الإعاقة السمعية عند الأطفال طبعا هي واحدة من الفئات العمرية الحرجة اللي بيكون دايما فيها حاسة السمع عندها دور أساسي في تطور النطق أو الكلام. دي واحدة من الحقائق طبعا، المفروض الناس كلها تعرفها، إنه ما بيسمع ما بيتكلم. أغلب الأطفال دول بيولدوا فاقدين للسمع، وكان نتيجة لأنه والله ما في برامج بتاعت نفس مبكر من غرفة الولادة لحاسة السمع، بتعتمد الشغلة بتاعت اكتشاف على الملاحظة. هم بتقول لك يا اخي الطفل ده ما بينتبه للاصوات او تاخر في النطق، تاخر في النطق دي كمان مرحله متاخره، يعني بعد 3 سنين يقول لك والله يا اخي الطفل ده متاخر في النطق ما قاعد يتكلم. يكونوا ما لاحظ ذات اصلا انتباهه للاصوات ولا المساله بتاعت السمع ذات. هل في خطوات يا دكتور، هل في خطوات عمليه الواحد ممكن يتبعها عشان يعرف انه طفله ده هو يعني حاسه السمع عنده جيده؟ في تمارين طبعا معينه؟ يعني احنا هي طبعا بتعتمد على الدور الطبي اللي احنا عايزين نساعد فيه، هو المرحله بتاعت المدح الطبي ده من غرفه الولاده. مفترض اي طفل يتعمل له كشف بسيط ياكد انه والله يا اخي الطفل ده بيسمع ولا ما بيسمع. هو بدا في بعض عدد من المستشفيات، لكن احنا ساعدين انه ينتشر في كل غرف الولاده في السودان جهاز بسيط جدا زي الموبايل، بيتحط جنب الطفل بيدي اشاره اذا في حتى تجتمع العشرة سنة إذا شغال ولا ما شغال. فدي بتدينا فكرة أولية إنه والله يا فعلا في مشكلة، بعد ذاك إذا ظهرت فيه نتيجة ما مضبوطة بيتنقل للمرحلة الثانية بتاعت إنه يتعامل تغيير المجتمع بصورة أفضل. لكن عموما هي المسألة مربوطة أغلبها في الحتات البعيدة، بقت من العاصمة من المستشفيات الكبيرة على الملاحظة. فهي المسألة بين الكونتاكت أو التجاوب بين الأم والطفل. الطفل ده بينتبه للصوت، بيتلفت، يعني احنا من الصغار بتبدا الهشتكه بتاعت يده وتقعد تبصق للطفل ويتلفت عليه وبيجاي ويتلفت بيجاي. طب في بعض الامهات يعني حريصات وفطناب، فتلقاها طوالي بتقول لك يا اخي الطفل ده انا ما بيتجاوب معي، يعني فين بيجونا بدري. لكن اغلبهم يا هون مع زحمه الحياه والظروف اللي ساعدتها بتلقى الطفل يبدا بعد ذاك تاخر في النطق حتى يظهر. بالنسبة لي أنا في مشكلة في طبعا يا دكتور، بيجونا بدري دي مهمة جدا. يعني احنا بنعرف دائما يعني وبنسمع كثير من خلال النصائح الأطباء انه دائما الفحص المبكر او الكشف المبكر في كثير من الأمراض هو بيساهم بدرجة يمكن يصل ل 90% من العلاج. أهمية الكشف المبكر
يعني لما الأسرة تعرف أو الأم والأب يعرفوا إنه طفلهم ده ما بيستجيب لهم، أو خلاص عرفوا من خلال الفحص إنه هو عنده إعاقة سمعية أو نسبة سمعه ضعيفة، أهمية الكشف المبكر. أكيد طبعا كلامك مضبوط 100%. الكشف المبكر بالنسبة لنا مهم جدا وعنده نتائج مهمة، لأنه أكيد المرحلة الثانية هي مرحلة بتاعة التأهيل للسمع، هي بقت المرحلة بتاعت إنه تتأكد إنه الطفل ده فعلا قابل للسمع، بتمشي للخطوات بتاعت إنك تعمل له زراعة لجهاز القوقعة، ده هو الجهاز اللي بيعود القوقعة اللي ربنا خالقها وبرجع حاسة السمع للطفل. كل ما تمت الجراحة دي بعمر مبكر كل ما رجع الطفل للحياة العادية بسهولة. يعني أنا إذا عملت لي لطفل عمره سنة زراعة قوقعة ده تلقائيا ما حيحتاج لتأهيل ما بعد الجراحة، لأنه تلقائيا حيبدأ يتطور حاسة النطق في المدى الطبيعي بتاع العمر لها. كل ما يتأخر كل ما كان محتاج مننا لخطوات بتاع التأهيل، نفس الفكرة بتاعت محو الأمية تعليم الناس الكبار، يعني أنت بتقعد توديه جلسات بتاع التخاطب وتبدأ تهجيله الكلام من الأول عشان يقدر يستقبل ودماغه يحفظ وثاني يبدأ ينطق. فالكشف المبكر بيخلي الطفل يرجع حياته طبيعي بعد الجراحة وما بيحتاج مننا لجهد كبير في التأهيل ما بعد الجراحة. ودي بتخلي الطفل يرجع بشكل عادي للمجتمع ويواصل في دراسته ويواصل في برامجه، وبتكون الامور كلها رجعت زي غير يعني الاطفال كلامك ده الطبيعيه. دكتور الفاروق بيخلينا انه نحن نقول دائما انه في امل، يعني يعني حتى الاسره لما تكتشف انه طفلها سمعه ضعيف او ما بيستجيب او عنده اعاقه سمعيه دائما في امل للعلاج. طبعا ما في اصلا شك في المساله دي، الامل اصلا موجود والحمد لله المساله دي يعني اتقدمت في حتى الشركات، هي عدد كبير من الشركات وبتتنافس فيما بينها بانها تقدم الاجهزه الافضل بالامكانيات الاعلى، وحتى المجتمع بدات بالنسبه له الصوره تنضح، يعني بقى الاطفال هم بيفتشوا براهم طوال عندنا العياده في المستشفى هنا عياده الروعه، فبنستقبل في كل عياده من 40 طفل زين كلهم هم اورينتد وعارفين انه والله يا اخي الحل في زراعه الغوغاء. لكن طبعا للاسف لا زالت الاشكاليه الاساسيه في التكلفه العاليه للعمليه، دي واحده من العوائق المخليه البرنامج ماشي بطيء. طبعا واحده من البشريات دكتور الفاروق انا عرفتها قبل شويه من البوني انه نحن الان بقت عندنا زراعه القوقعه في السودان. نتعرف على تدشينه وتاريخ وجود الزراعة المهمة دي في السودان. زراعة القوقعة في السودان بدأت منذ العام 2016 في القطاع الحكومي، كانت شغالة بحالات بسيطة في القطاع الخاص، وانتقلت للقطاع الحكومي في 2016. كانت بالبداية بعدد 11 جهاز كانت مرة بهم الإخوة في ديوان الزكاة، وبعد ذاك واصلت المسيرة وعملنا عدد 110 عملية، ده كان أكبر عدد من العمليات اللي اتعملت في السودان في مستشفى الخرطوم، ودي كانت بدعم مقدر الوقت ذاك من رئاسة الجمهورية. استمرت البرنامج لعمل العام 2020، توقف بعد ذاك لظروف الثورة والكورونا برضه جات. الليلة نحن ثاني رجعنا الحمد لله وبدينا عمليات، الحمد لله عمليتين ان شاء الله لزراعة الغوغاء بمستشفى الخرطوم، الحمد لله، ونامل ان شاء الله انه البرنامج يتواصل وساعين لانه يبقى برنامج قومي لفه في وزارة الصحة الاتحادية دكتور هيثم، وزارة الصحة الولائية في مدير عام الوزارة دكتور محمود الغاية متابعين وما مقصرين معانا وساعين في انه البرنامج يبقى برنامج قومي زي برامج القلب والكلى والعيون، ويبقى الحكومه هي تخص له وبالي يكون في دعم ثابت للاطفال ديل سنويا في عدد من الاجهزه تطلع عليهم تتباع بصوره اسعار مخفضه معقوله. الجهاز حاليا تقريبا تكلفته تتجاوز ما بين 8 ل 10,000 دولار، وده مبلغ كبير طبعا بالنسبه للاسر المتوسطه الدخل والضعيفه الدخل، فلازم يعني الناس فيها تتعاون، وهي
تعتبر واحدة من الرسائل، يعني أنت بتغير لطفل حياة، يعني إنك تطلعه من إطار الصوم والجفن ترجعه للحياة ويبقى عنصر فعال ومشارك في المجتمع. أكيد أكيد والله، دي حاجات يعني مبشرة وبتفرحنا دكتور الفاروق يعني، ودي بتساهم طبعا في مسألة توطين العلاج بالداخل، ويعني الفاتورة بتاعت العلاج الباهظة الناس ممكن تتخلص منها العلاج بالخارج، دي بشريات جميلة جدا. دكتور، في سؤال أخير لو سمحت لي، زراعة القوقعة ما بس هي حصريا على الأطفال أو علاج الإعاقة السمعية، يعني حتى لو يتأخر الشخص أو حصلت الإعاقة السمعية في سن يعني بعد 20 عام أو بعد 30 عام، في بيكون في أمل للعلاج الثاني مش كده؟ طبعا هي ما يعني بدك على الاطفال لانها الفئه العمريه المهمه بالنسبه لنا، لكن زراعه القوقعه هي بتتعامل لحالات فقدان السمع الحاد لكل الاعمار. وبالعكس طبعا بالنسبه للناس الكبار، الناس ما متخيله طبعا انه الزول لما يفقد السمع كامل ممكن يفقد النطق حتى بعد انه تعلمه، يعني الزول الكبير بتلقى بيحصل تغيير في النطق، فبتبقى العمليه بالنسبه لهم مستعجله قبل ما يحصل التغيير ده. نعم نعم فهي عملية بترجع السمع لكل الفئات العمرية، بس الزمن مهم. دائما بنقول في الأعمار الكبيرة الزمن مهم، الوقت اللي أنت فقدت فيه السمع قدر الدكتور المتخصص بتعوزه ناقصه حنجة ناديك هيقوم باللازم، نعم نعم يوجهك التوجيه الصح عشان تقدر تحصل قبل ما تحصل في مرحلة حتى لو اتعملت الفوائد منها بسيطة يعني. نعم، نحن بنتمنى الشفاء للجميع. دكتور الفاروق محمد الحسن شرفي، اختصاصي الأذن والأنف والحنجرة ومدير عام مستشفى الأذن والأنف والحنجرة بالخرطوم، شكرا جزيلا لوجودك معنا في صباح البي ان اف ام عبر خط الهاتف دكتور. شكرا لكم على الاستضافة. شكرا لكم. شكرا شكرا جزيلا، وامنياتنا بالشفاء لكل الناس خاصة اللي بيتابعونا على شاشة النيل الأزرق في صباح البي ان اف ام. احنا متواصلين معكم في فقراتنا المتنوعة، نسمع لحن ونعود من بعده للتواصل معكم في هذا الصباح الجميل. واليوم الغيوم بتكسو الخرطوم، وتخيل برضو الولايات المجاورة أجواء الربيع، طبعا ما عندنا ربيع في السودان عشان نكون واضحين يعني، لكن مع تغير الطقس الحاصل في العالم عموما و التأثيرات المناخية، تخيل ممكن يتخلق جو ربيع جديد ونحن اليوم مستمتعين به. تواصل معكم، نسمع لحن ونعود إن شاء الله، خليكم معنا.